سيادة رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا دولة صديقة، سعداء جداً في زيارتكم هذه إلى بغداد، ونرحب كل الترحيب أيضاً بالوفد المرافق معكم من مسؤولين ورجال أعمال. نقدر حضورهم ومشاركتهم في هذه الزيارة، وهي تمثل دليل واضح على الرغبة الجادة في دخول السوق العراقية والعمل المشترك. اليوم أجرينا حوار هادف وبناء، ووضعنا خارطة طريق من خلالها سوف نتمكن إن شاء الله من الوصول إلى هدف الشراكة الاستراتيجية بين العراق وإسبانيا وتنمية كل القطاعات والمجالات. واحد من أهم القطاعات هو القطاع الاقتصادي. أود أن أؤكد أمام الحضور أن هذه الحكومة قد وضعت أولويات لبرنامج عملها، وكان واحد من أهم هذه الأولويات إصلاح الاقتصاد. نحن بلد نفطي، نعتمد على الإيرادات النفطية لتغطية احتياجات الدولة والتزاماتنا أمام شعبنا. بالتأكيد هذا خيار غير صحيح في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، وأيضاً لوجود خطوات جادة للاعتماد على خيارات أخرى للطاقة. العراق أصلاً بلد يتميز بوفرة الموارد الطبيعية والموارد البشرية، ويتمتع بموقع مهم في المنطقة والعالم، مما يؤهل بلدنا إلى أن يقدم فرص متنوعة في مختلف المجالات الاستثمارية. نحن نسمع عن إمكانية الشركات الإسبانية وإمكانياتها الكبيرة للقيام بأعمال واستثمارات في مختلف أنحاء العالم، وهذا أحد الدوافع المهمة اللي اليوم أعلننا أمام صديقي العزيز رئيس الوزراء أننا سوف نقوم بعدة إجراءات تفضيلية للشركات الإسبانية للعمل في داخل العراق. الأخوة الحضور من وزراء ورئيس هيئة استثمار ومستشارين مختصين بالملف الاقتصادي، طبعاً لدينا خارطة استثمارية، وهناك مؤتمر استثماري سيعقد قريباً، مؤتمر دولي، لكننا بوجودكم في هذه الزيارة سوف نزودكم بأهم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. طبعاً فاتني أذكر أنه القطاع الخاص أيضاً موجود، اتحاد رجال الأعمال الذي نامل أن يكون شريك لكم في الأعمال المقبلة. نحن نركز على بعض المشاريع المهمة والمحورية. قبل قليل في اللقاء الثنائي لم أتطرق إلى واحد من أهم المشاريع، لأن وجدت أن هذا اللقاء هو المناسب لكي نسلط الضوء على هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للمنطقة والعالم، وهو طريق التنمية. هذا الطريق الذي يربط ميناء الفاو على الخليج بسكة حديد وطريق بري من خلال تركيا وإلى أوروبا. هذا واحد من أهم الممرات الاقتصادية الذي يربط آسيا مع أوروبا. ووفق الدراسات الجدوى الاقتصادية
والدراسة الفنية يعكف على إعدادها شركة إيطالية مختصة، أن هذا الممر خلال 40 عام سوف يكون الأكثر سرعة في نقل البضائع والأقل كلفة. هذا ممر اقتصادي مخطط له في العراق قريباً إن شاء الله بعد الاتفاق مع مجموعة من دول المنطقة، والمجال مفتوح لكل الدول الصديقة. قبل فترة كان هناك لقاء للمستشارين المختصين مع سفراء الاتحاد الأوروبي، وبينا أن هذا المشروع لا يقتصر على دول المنطقة، وإنما بالإمكان عقد شراكات وتفاهمات لخلق أدوار لدول العالم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع مخطط له لن يكون ممر فقط لنقل البضائع، وإنما سوف نؤسس عدة مدن صناعية على طول هذا الممر من جنوب العراق إلى شماله إلى نقطة الالتقاء مع الجانب التركي. هذه المدن الصناعية ما لدينا من موارد طبيعية وبشرية وما نحتاجه من دول المنطقة والعالم سوف نؤسس لهذه الصناعات المهمة التي نعتقد بأنها ستغطي احتياجات العراق والمنطقة والعالم. وزارة الصناعة أعلنت في مؤتمرين حول أهم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي لديها، صناعات البتروكيميائية والأسمدة وكذلك الكبريت والفوسفات وباقي المجالات. وزارة النفط أيضاً لديها فرص استثمارية تمثل مشاريع متكاملة لتطوير حقول النفط واستثمار الغاز وإنشاء محطة الكهرباء وأيضاً البتروكيميائيات والأسمدة، ولدينا مواقع جاهزة. في مجال الزراعة أيضاً وضمن توجهنا لاعتماد الإدارة الصحيحة، لاعتماد التقنيات الحديثة لسقي الأراضي الزراعية، بدأنا بخطوات مهمة. من الممكن أن يكون هناك صناعة لأنظمة الري بالرش من خلال شركات إسبانية مختصة، نوفر لها كل الإمكانيات والتسهيلات. نحن ننفذ خطة زراعية بحدود أكثر من 5 مليون دونم. حالياً الأراضي التي تنفذ بموجب التقنيات الري الحديث لا تتجاوز 30%، أي أننا نحتاج إلى كميات كبيرة من هذه الأنظمة الحديثة في إدارة المياه. الطاقة الشمسية، إسبانيا متميزة في هذا المجال. اليوم هناك توجه في مختلف أرجاء البلد، مختلف القطاعات لاعتماد الطاقة الشمسية، والبلد مهيئ لهذا الأمر. هذه الحكومة وضعت أيضاً في جدول أعمالها القيام بعدة إجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وتجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة نعترف بها، لكننا نتابع يومياً هذه الإجراءات بحزمة من القرارات ومشاريع القوانين اللي تتعلق في المجالات الضريبية والجمركية وتسجيل الشركات. مجلس الوزراء قبل أسبوع أرسل مشروع قانون يضم مجموعة تعديلات تتعلق بالقوانين التجارية والاقتصادية ضمن هذا الهدف. العراق أيضاً حريص على الالتزام بالاتفاقيات اللي تتعلق بالازدواج الضريبي والجمركي، وكذلك العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي. أيضاً نحن بصدد
إقامة مناطق حرة في مختلف أنحاء العراق، ونأمل من الشركات الأسبانية أن تحجز حيز لها في هذه المناطق للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للعراق على مستوى المنطقة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، وهناك تسهيلات كثيرة في هذا المجال. هذه الحكومة يحسب لها وخلال عام أنها قامت بإنجازات هامة وملموسة في إصلاح النظام المصرفي والمالي. اليوم مصارفنا الأهلية والحكومية عند مصرف متخصص للتجارة يستطيع أن يؤمن التعاملات المالية وفق المعايير الدولية المعتمدة في القطاع المالي والمصرفي. قطاع السياحة واحد من القطاعات المهمة، العراق بلد الحضارات، السياحة التراثية الأثرية والدينية ممكن أن تكون قطاع مهم يجذب الشركات المتخصصة لتنمية هذا الرافد الاقتصادي الذي ممكن أن يساعد في النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أيضاً أعلننا عن خطة للنهوض بواقع المطارات العراقية في بغداد والمحافظات، وهناك عقد وقع قبل أشهر مع مؤسسة التمويل الدولية في البنك الدولي IFC لإعداد محفظة استثمارية من المؤمل أن تطرح على المستثمرين والشركات المعنية بتطوير المطارات لمطار بغداد الدولي. فتح الخطوط الجوية بين العراق وإسبانيا بالتأكيد سوف يكون عامل مساعد لكل هذه المجالات وتنميتها، وخصوصاً حركة القطاع الخاص. هذا بإيجاز أبرز ملامح توجه الحكومة نحو جذب الشركات الأسبانية في العراق. الآن مختلف الشركات الأسيوية والأوروبية ومن كل دول المنطقة تنفذ مشاريع في مجال النفط والطاقة والسكن. يوم أمس وضعنا حجر الأساس مع شركة صينية لبناء مدينة متكاملة 30,000 وحدة سكنية بمبلغ بحدود 4 مليار دولار. هذه المدينة السكنية في بغداد تعتمد أحدث السياقات في البناء والمعايير البيئية. العراق بلد واعد وفيه فرص كثيرة. في ظل الأجواء الطيبة والرغبة الصادقة من كلا قيادة البلدين في تعزيز هذه العلاقة، نأمل أن يكون القطاع الخاص عامل إضافي معزز يساهم في تنمية هذه العلاقة بما ينعكس على مصلحة شعبينا الصديقين. شكرا جزيلا، وإذا كان بالإمكان بعد حديث السيد رئيس الوزراء لرجال الأعمال أي تساؤل أو استفسار نحن مستعدون للتوضيح. دولة الرئيس، شكرا جزيلا، وشكرا أيضا للوزراء الذين يرافقوننا في هذه الجلسة. ومجددا أريد أن أشكر لكم الحفاوة التي خصصتمونا بها لأعضاء الحكومة الذين يرافقونني، وأيضا لرجال الأعمال وممثلي الشركات الذين يرافقوننا. كما قال السيد رئيس الحكومة من قبل، نعتقد أن العلاقة بين العراق وإسبانيا وإسبانيا والعراق هناك هامش لتحسينها وتعميقها، وإسبانيا هي ملتزمة منذ أمد طويل بالنسبة للأمن والدفاع مع العراق. لكن بدون شك فإن هذه العلاقة من الممكن إثراؤها وتنويعها أكثر مما هي عليه حتى الآن، وهذه أيضا من أهداف الزيارة إلى العراق، حيث من الممكن أن نضع اللبنات الأولى لمزيد من التعاون يكون أكثر إثمارا وأكثر تنوعا، بالإضافة إلى التعاون بخصوص
التحديات التي تواجهنا والطموحات التي نتشاطرها. أولا لدينا طبعا لابد من التنويه بالأداء الرائع الاقتصادي للعراق في السنوات الأخيرة، كانت رائعة جدا، وأنا أهنئكم دولة الرئيس. وفي المقام الثاني أيضا هناك نجاح سياسي، وحيث أن المصادقة على الموازنة التي ستتيح خارطة طريق للإعمار ولتحديث كما تفضلتم وأشرتم إلى ذلك. وأيضا هناك اهتمام طبيعي للشركات الإسبانية للاستثمار في العراق والإسهام في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار البلد. الشركات الإسبانية لديها كثير من المزايا، وهي متقدمة في العديد من القطاعات بما فيها التي أشرتم إليها، لكن أيضا قطاعات أخرى بما في ذلك الدفاع والزراعة والطاقات المتجددة والصحة، وكما تفضلتم ما يتعلق أيضا بالنقل. أريد أن أنقل إليكم أننا أنا برفقتي وفد كبير من أرفع المستويات، وهذا أيضا يبرهن على اهتمام الذي تكنه الشركات الإسبانية للاستثمار في البلد وللمساهمة في خلق فرص العمل وفي التنمية والانطلاقة الاقتصادية للعراق. وبالتالي أعتقد دولة الرئيس، أعتقد أن من الأنسب ربما أن نتيح لهم الحديث، ونتمنى أن تنبثق هذا الاجتماع على جيدة للجانبين. شكرا. المجال مفتوح لكم. إندرا طبعاً رئيس شركة إندرا، وهي للتكنولوجيا والدفاع، وهي متعددة الجنسيات إسبانيا، ونعمل في 4 أقسام: الدفاع والملاحة الجوية، حيث أننا الشركة الثانية عالمياً، والتنقل وتكنولوجيات الإعلام. نحن نزود يعني منتجات فيها إضافة قيمة إضافية وتجديد، ونحن عملنا مع حضراتكم في العراق خلال الانتخابات في 2000 منذ 2013، وكنا طبعا قمنا بتحديد هويات أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى عمليات طاقة في كردستان، وأيضا بخصوص المنح الجوية المتعلقة بقاعدة عسكرية. هذه هي تجربة هنا، لكننا نحن نأمل إلى القيام بالمزيد، ولدينا موقع في عمان والبحرين والعربية السعودية والإمارات، ونحن طريقة عملنا هي من خلال شراكات محلية. مثلاً نحن بإمكاننا أن نساعد في الرقمنة، ولدينا حلول للقطاع العام الحكومي، وأيضاً لتأمين البنى التحتية الحرجة أو الدقيقة، وبإمكاننا أيضاً أن نسهم في إعادة بناء نظام الملاحة الجوية، ولدينا تجارب في هذا في أوروبا وفي الشرق الأوسط باستثناء دبي، كل العواصم هي تحت إشرافنا. وبإمكاننا أن نعمل على صعيد التنقل كما قلت من قبل، وفي الدفاع بودنا أن نتعاون مع حضراتكم أيضا بالنسبة لبيع 14 رادار. وحسب تجربتنا فطبعا التكنولوجيا هي تكنولوجيا إسبانية صرفة، وقد تصادق عليها الناتو، وهي موجودة في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا بالإضافة إلى البلدان أخرى. لن أتحدث عن المواصفات التقنية والفنية، لكنها رادارات جيدة جدا وذات قدرة تنافسية عالية. ليس أيضا على صعيد الصيانة بإمكاننا أن نساعد أيضا في المراقبة خفر الحدود كما نقوم بذلك في إسبانيا،
وفي نهاية المطاف فقط ما زال أمامنا العراق لدينا أكثر من 200 شخص يعملون معنا في المنطقة، وإذا توفقنا في العمل مع العراق سنكون قد شملنا كل منطقة الميدل إيست أو الشرق الأوسط، حيث أن هذه المنطقة استراتيجية وهي تستهل وتستحق هذا الجهد. أندرا شركة معروفة في مجال الصناعات العسكرية وكذلك الرقمية أيضاً، وتعاملهم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. احنا عندنا هيئة التصنيع الحربي بالإمكان الدخول معها في شراكة وتنفيذ أعمال، وأيضاً لدينا قائمة بأهم الاحتياجات من المؤمل قريباً أن تقر في المجلس الأعلى للتسليح لكافة أجهزتنا الأمنية، الدفاعات الجوية تحت الأولوية، مراقبة الحدود، أيضا تحويل أعمال كل الوزارات إلى نظام إلكتروني. هذا هو توجيه صدر من الحكومة لكل الوزارات. هناك فرصة كبيرة لشركتكم أن تعمل في هذه المجالات. سيد رئيس الحكومة، رئيسي الحكومة، أنا أمثل عدد من الشركات المتخصصة في تصميم وهندسة وبناء السكك الحديدية، سكك الحديد. نحن ندرك القلق والطابع الاستراتيجي لحكومتكم بالنسبة للاهتمام الذي أولوتموه لتحسين وتحديث البنى التحتية الطرقية وللسكك الحديد في العراق. وأنا الشركات التي أمثلها لديها تجربة لا بأس بها في بناء، وذلك منذ عقود عشرات السنين. التجربة ليست فقط في إسبانيا، لكن نحن حاضرون أيضا في المكسيك، في تشيلي، وأيضا في شمال العراق، حيث أكملنا مشروعا لتصميم خط سكك حديد لشبكة من دهوك إربيل سليمانية، وبإمكانية إمدادها تمديدها إلى مناطق أخرى. ونحن نعمل في هذا مع الحكومة الإقليمية، حكومة كردستان، ونحن راضون عنهم وأعتقد أنهم أيضا راضون عنا. ونحن بالتالي مهتمون جدا بالتعاون مع العراق، وذلك خط من الفاو إلى محادة تركيا بالإضافة إلى خطوط أخرى وكلها استراتيجية ومهمة. وأيضا بالنسبة لبناء لتحديث الخطوط الموجودة سواء من بغداد إلى البصرة ومن خلال تفرعاتها المختلفة إلى مختلف الحدود المتاخمة. نحن رهن إشاراتكم وتجربتنا في بلدان أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث صممنا وبنينا الخط الحرمين مكة والمدينة، و وهو يمتد على مسافة أكثر من 300 كيلومتر. ونحن طبعا سنكون سعداء لمشاطرة هذه التجربة معكم، وذلك من خلال ورشات ومن خلال عملية جزئية للبناء أو من خلال التصميم الكلي. نشكر لكم إتاحة الفرصة لنا، وكانت فرصة سعيدة جدا. شكرا جزيلا. حقيقة مجموعة شركاتكم تمثل لنا أولوية بالتعاون والعمل المشترك، أولا لأن للسمعة الكبيرة التي تتميز بها الشركات الإسبانية في تصميم وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية على مستوى العالم، وأيضا
توجهات الحكومة ومشاريعها التي تبدأ من طريق التنمية بطول 1200 كيلومتر، حالياً قيد التصميم وإعداد التفاهمات مع الدول والمؤسسات المالية للتنفيذ، وأيضاً مشروع ربط السككي بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بحدود 80 كيلومتر، ومشروع المترو بغداد بمقاطعه الثمانية بطول 139 كيلومتر. هذين المشروعين مترو بغداد وربط بين كربلاء والنجف خلال 4 أشهر من الحد الأدنى سوف نعلن عن هذا المشروع. كذلك هناك مشروع الربط بين البصرة والشلامشة، هذا واحد من المشاريع أيضاً المهمة بحدود 32 كيلومتر. فضلاً عن المشاريع السكك الحديدية، الخط القديم الذي يحتاج إلى تأهيل، وسبق وأن زار أسبانيا السيد وزير النقل وبين مدى الحاجة لتحديث هذه المنظومة. أستطيع القول أن مجموعة شركات السكك سوف تكون لها الحظوة وستبدأ باكورة الأعمال بين العراق وإسبانيا. تفضل السيد وزير النقل، ممكن يضيف لهذا الحديث. شكراً دولة الرئيس، نجدد ترحيبنا بدولة رئيس مملكة أسبانيا في بغداد، أهلاً وسهلاً ومرحباً. دولة الرئيس، أضيف لما تفضلت بسيادتك، وحسب توجيهات سيادتك بالانفتاح على الشركات الأسبانية وتوجيه دعوات مباشرة، قمنا بتوجيه دعوة مباشرة لشركة أماثيا التي يترأسها السيد خوليان لتنفيذ خط الربط السككي بصرة شلامشة بكلفة 263 مليون دولار بطول 36 كيلومتر. الأسبوع القادم ستصلهم الدعوة المباشرة. Buenos días, señor primer ministro. دولة الرئيسين. أنا أمثل الشركة من برشلونة، وهي تعنى ببناء معامل الخزف والبلاط، وذلك لاستخدامه في أيضا في الأرضيات وفي الأسقف، ولدينا 25 سنة من التجربة بشكل مباشر و 50 سنة غير مباشرة في هذا المجال. بالتالي نحن رياديون على الصعيد العالمي، ونحن نعمل من خلال تقنيات ديب سيراميك، ونحن موجودون في كثير من البلدان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا الجنوبية والمغرب العربي إلى غيره، ولدينا تجربة هنا، تجربة جميلة في العراق، حيث أطلقنا معملا مهما في إربيل، هذا المعمل ينتج 1200 طن يوميا، وهذا يعني تغطية احتياجات ما بين 45 و50 منزلا في اليوم، والمواد التي ننتجها هي من جودة عالية، والعملاء رادون، ونحن الآن نتفاوض مع 6 مجموعات من الشركات، ونحن وبالتالي في شهر يناير كانون الثاني سنبدأ في الخطوات المجسدة، ونحن راضون ومسرورون جدا للعمل هنا، ونعتقد كما رأينا هذه الصبيحة نحن اطلعنا على احتياجات العراق، ونحن قادرون على التفاعل في هذا الصدد، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة وعلى وقتكم. شكرا جزيلا. أيضا هذا المجال واسع في العراق، حيث
نعمل على إنشاء مدن سكنية، أعلننا عن 5 مدن، ومثل ما ذكرت قبل قليل يوم أمس باشرنا بأحد هذه المدن، ومن المؤمل أن تباشر باقي المدن الثلاث، ثم نعلن عن 10 مدن سكنية في بغداد والمحافظات. وهذه كمية كبيرة من الوحدات السكنية التي تحتاج إلى مختلف المواد الإنشائية. أنا أود أن أذكر بعض التسهيلات اللي أعطتها الحكومة لتشجيع الصناعة في داخل العراق. في قانون الموازنة تعهدت الحكومة أمام أي مشروع صناعي أو زراعي ينفذ في داخل العراق بشراكة، كأن يكون بين شركة إسبانية مع شركة عراقية، نعطي ضمانة سيادية 85% من كلفة المشروع، و 15% فقط يتحملها المستثمر. هذا واحد من العناصر الجذب التي من خلالها ننشئ جملة من مشاريع في قطاع الصناعة والزراعة. أيضا أي مشروع ينتج هنا في داخل العراق ويصدر منتجاته إلى الخارج نعطيه دعم نقدي 18%، يسلم إلى المستثمر أيا كان، سواء كان محلي أو أجنبي. هذه كلها عناصر جذب أتمنى أن تستثمرها الشركات الإسبانية الضليعة بمختلف القطاعات والمنتجات والسلع. دولة الرئيس، السلام عليكم. أنا ممثل أنوردي، نوفاردي، وهي معنية بالتكنولوجيا وحلول الهندسية والطاقات المتجددة النظيفة. نحن موجودون في شمال إسبانيا. هنا في العراق كانت لنا فرصة للعمل في مشروع بوشورغان للUPC لوزارة النفط، وفي هذا المشروع نحن نتفادى أن يكون اشتعال أو احتراق الغازات بالتلويث، وأيضا نحاول أن نستفيد من هذا الغاز لإنتاج الكهرباء. والآن نحن في منتصف الطريق ولدينا 3 مراحل. المرحلة الأولى لمنشآت بوشورغان، حيث أننا نبني أنبوب نقل غاز بين بوشورغان وجفايا، وأيضا نقوم بتحلية الغاز وذلك لإنتاج الطاقات النظيفة. وفي هذا الصدد أريد أن أشكر الوزارة، وزارة النفط، والشعب العراقي اللي اتاحت هذه الفرصة لنا. نحن أيضا نعمل في كاشي في وحدة إنتاج في بغداد، ونقوم بنقل التكنولوجيا ولذلك للمعدات، حيث نشغل أكثر من 50 شخصا، وأيضا يمكن أن نعتبره إنسان في اقتصاد البلد. وأيضا لدينا هدف بالنسبة لتطوير حرق الغاز، حيث كانت هناك أيضا بنية تحتية على صعيد البحر، وكل هذه المشاريع تسمح بإنتاج طاقات نظيفة يحتاجها الشعب العراقي، وأيضا تتفادى انبعاث آلاف من أطنان ملايين انبعاثات الغاز ثاني أكسيد الكربون، ونحن وأيضا على صعيد المناجم. وفي هذا الصدد نحن نشجع أيضا مشروع للأمونياك الأخضر، وحيث نستخدم تكنولوجيات مزدوجة تحترم البيئة وتمكن من أن يكون العراق في الصدارة أيضا في هذا الصدد. وأيضا نحن نعمل بالنسبة للأسمدة الخضراء،
وبودنا أن تساعدوننا بخصوص تأمين الدفع والتسديد أو السداد، حيث أن هذا البلد جذاب جدا ويمثل لنا فرصة رائعة أن نعمل هناك في العراق. شكرا جزيلا لوجودك في العراق وتنفيذك لمشاريع في هذا القطاع المهم. وأنا تحدثت في اللقاء الثنائي عن أولوية استثمار الغاز الذي يحرق، الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وبالتأكيد هو يمثل هدر في الثروة وبنفس الوقت تأثيراته السلبية على المناخ كبيرة. لذلك توجه الحكومة لإنهاء حرق الغاز في كل الحقول. وضعنا خطة مع وزارة النفط وبدأنا بمجموعة مشاريع، وهناك مشاريع معروضة حالياً للاستثمار. بنفس الوقت نسعى لأن نزيد من استخدامات الطاقة الشمسية، سواء كان على صعيد الوحدة السكنية أو المواقع الصغيرة أو المحطات اللي تمكن من استثمار هذا المجال المهم. شكرا جزيلا لك، سوف نكون داعمين لك في هذا المجال سواء كان في هذا المشروع أو المشاريع الأخرى. السيد رئيس هيئة الاستثمار. شكرا دولة الرئيس، وارحب السيد رئيس الوزراء والضيوف المرافقة له. في الحقيقة دولة الرئيس من الممكن يعني أن نزود الآن فرصة استثمارية معلنة حاليا في الهيئة الوطنية للاستثمار، هي معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية من هذا إن شاء الله. Primer ministro, presidente, muchísimas gracias en primer lugar por الرئيسين. شكرا جزيلا لهذه الفرصة. أنا ممثل نافانتيا وأتشرف بحضوري هنا، وهي شركة حكومية لبناء السفن ولا سيما السفن المراكب والبوارج الحربية، ونحن نعمل في إطار الهيدروجين والطاقات الجديدة في استخدام، ونحن نعمل في العراق منذ 2021 حيث بنينا بارجتين للبحرية العراقية، وأيضا بالنسبة للترينين واللوجيستيك، وأيضا نحن نعمل مع بلدان أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية، ومع بلدان من الخارج من أستراليا مثل أستراليا، ونعمل سواء على الصيانة أو على صعيد التحديث. وقد اتصلنا بكم قبل أسبوعين واقترحنا خدماتنا سواء بالنسبة للهندسة أو بالنسبة للصيانة، وأيضا لبناء مراكب غير مأهولة من الألومنيوم، وهو الأمر الذي يمكن استخدامه في نقل المواد أو للركاب، بالإضافة إلى إجراءات ضد المراكب غير المأهولة وكل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، ونحن سنكون رهن إشارتكم. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا لوجودك في العراق والعمل في هذا القطاع الحيوي سواء كان مع القوة البحرية العراقية أو بالإمكان أن تتعاون مع هيئة التصنيع الحربي في هذا المجال. بالتأكيد كل المجالات والأفكار التي سوف تطرح في هذا اللقاء سوف تتابع من قبل الجهات المختصة، وتمكينكم في الوصول إلى بيانات وأفكار ومقترحات لمشاريع مع الجهات القطاعية. شكرا جزيلا. مساء الخير دولة الرئيس، شكرا لإتاحة هذه الفرصة. أنا أنخيل إسكريبانو، أنا أمثل شركة ميكانيكو إنجينير، ونحن نقوم بتصميم
كاميرات المراقبة في خفر الحدود، وأيضا بالنسبة للمحطات المنقولة ولمتابعة العربات، وأيضا بالنسبة لمراقبة الحدود في العراق. والأسبوع الماضي تلقينا وفدا عسكريا من طرف وزير الدفاع العراقي، حيث عرضنا عليهم التقدم الذي نعمل عليه من خلال الذخائر وأيضا استخدام الجي بي إس. شكرا جزيلا. سيادة الرئيس، نلاحظ أنه أغلب الشركات الأسبانية موجودة، هذا مؤشر إيجابي، فإذا نحن نتحدث عن الاستمرار بالأعمال والتوسع في أكثر من فرصة. أريد أن أشكركم على أشكر حكومة العراق وحكومة إسبانيا لدعوتنا، وهذا شرف لنا. أنا أمثل شركة إيكوباسا، ونحن نعمل للمعامل الورق ونستفيد من آخر صيحات التكنولوجيا، وفي سبتمبر الماضي تم العمل على آليات تسوين في العراق، وذلك بعد 3 سنوات من العمل، وكان نجاحا منقطع النظير، وقد اشترك في ذلك أكثر من 200 شخص، وهو الأمر الذي يمثل أيضا يعني ادخارا بحدود ملايين من الدولارات في السنة. وطبعا حتى الآن كانت يتم استيراد هذه الأمور من تركيا، وبعد هذا النجاح الذي أحرزنا فقد تلقينا عروضا من عدد من رجال الأعمال العراقيين في هذا الصدد. وطبعا لكن لدينا بعض العوائق، من بينها التمويل وتأمين الدفع السداد والطاقة الكهربائية، ولابد أن نسيطر على التمويل وعلى تأمين السداد حتى نستطيع أن نشتغل بأريحية، حيث أن هذا المجال يمثل إمكانيات وفرص كامنة جيدة جدا، ونحن متعطشون لمزيد من العمل معكم. مثل ما تفضلت، هنا كل احتياجات السوق العراقية من الورق للأسف مستوردة. أنا أشجعك على التواصل مع رجال الأعمال العراقيين لإقامة هذه الشراكات والاستفادة من ما ذكرته قبل قليل من الضمانات السيادية التي تعطيها الحكومة لهذه المشاريع، وبالتأكيد هذه راح توسع من مجال عملك في العراق. إحنا بصدد إقامة مناطق أو مدن صناعية توفر كل الاحتياجات الصناعية وخصوصاً الطاقة الكهربائية، وهناك مدن وهناك مناطق أنشئت ووفرت كل الخدمات. هذا ممكن يحل هذه المشكلة، خصوصاً وأن الحكومة مستمرة في زيادة الإنتاج وتحسين واقع المنظومة الكهربائية في عموم البلد. شكرا. رئيس الحكومة العراقية والإسبانية، أنا هذا الشرف أن نكون موجودا هنا. أنا خوسي ماريا توماس، وأنا رئيس مكتب الهندسة توماس، ونحن مكتب هندسة نعمل في العراق منذ 14 سنة، وقد كنا في كلوب أبلتابا وفي بغداد وكوليج بريزيدنسي وجامعة ديالى، ونحن طبعا نشرف على عدد من شركات البناء الإسبانية. أيضا نحن فزنا بعطاءات بالنسبة لجامعة تلافار وكالاسان ومطار نجف، إلى إضافة إلى مشاريع أخرى. لدينا طبعا تجربة في مطارات دولية مثل مطار بيتشي في إيطاليا وفي بيرو وميناء إزمير في تركيا، ومشاريع في الإمارات العربية، وأيضا التخطيط عن الحديث وذلك للمعمل الكبير لفولكس فاجن،
بالإضافة إلى السكة الحديدية في إسبانيا في ساغونتو. وبالتالي نحن رحنا إشارتكم للإسهام في تنمية العراق، ونحن نؤمن بالعراق ونلتزم بنمائه، ونحن كنا حاضرون في الفترات الصعبة، وأيضا بودنا أن نرافقكم في الفترات الجيدة الواعدة للعراق. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لكم، شكرا لوجودكم في العراق وفي مختلف هذه المواقع وهذه المشاريع. مثل ما ذكرت المطارات أيضا مشاريع مهمة أعلنا عنها، سواء كان بالاستثمار أو التأهيل. هناك قاعدة جوية أيضا سوف تعلن قريبا للتأهيل، كذلك مطار بغداد مع الآي أف سي بعد إعداد المحفظة سوف تكون متاحة للشركات الكبيرة أن تقدم عليهم. شكرا لكم. القطاع الخاص اتحاد الرجال احد الغرف التجاريه في العراق. شكرا دولة الرئيس. حقيقه شيء مفرح جدا ان الجانب الاسباني كرجال اعمال جاهزين ويعملون بالعراق وعندهم خبره عن العراق والتواجد موجود في العراق، وهذا يفرحنا اكثر. بالمقابل امامكم قطاع خاص عراقي لديه الرغبه الشديده ان يعمل معكم، قطاع خاص متمكن في كافة القطاعات الموجودة، وهذه القطاعات اللي سمعتها أني اليوم هي أساساً أكو رغبة من جانب العراقي ورجال أعمال متمكنين. وخلال الفترة الماضية وخلال هذا العام بالذات سهلتنا كثير من الأمور، خاصة الحكومة بإشراف دولة الرئيس على تنظيم الأشياء المهمة اللي يرغب بها رجل الأعمال. أولاً قانون الضريبة الآن أصبح قانون عالمي، وهذا من الأشياء المفرحة لله الحمد، راح يبدي في بداية العام. قوانين الآن اللي احنا دخلنا على أكبر منظومة بالعالم هو منظومة التعامل المالي سويفت، هذا راح يعطينا ويعطي العالم بأن احنا تدار أموالنا في بطريقة بيضاء. قانون الجمارك، قوانين كثيرة ساهمت في إنضاج قطاع خاص متميز. الآن أصبحت عندنا أكثر من 10 مصارف تتعامل مع جي بي مورغان، مع سيتي بانك. تعاملنا الآن أكو بنوك الآن دخلت في التعامل مع باليورو، يعني نقل الأموال مثل ما تحدثوا عنه بعض الأخوان أصبح بيسر وسهولة. وطبعا في ظل هذه الأمور كثير من الأمور راح تسهل لنا. اللي أحب أضيفه أني أن الجانب الإسباني جاهز، عدى الرغبة وعدى التعامل وعدى المعرفة في السوق العراقية، ما نحتاجه أمام دولة الرئيس حتى نوظف أعمالنا، أن نشكل مجلس أعمال عراقي إسباني ونوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسبانية، حتى تكون هذه قاعدة الحكومتين دعمتنا، وراح نعمل من خلال هذا مجلس الأعمال عمل مستمر. نشكل رئيس مجلس وأعضاء المجلس، راح تيسر لنا كثير من الأمور. نعطيكم الداتا اللي موجودة عندنا وتضعون الداتا اللي عندكم من كافة القطاعات الراغبة بالدخول للسوق العراقية. وإحنا كاتحاد غرف تجارية عملنا مستمر مع هيئة الاستثمار، يعني إحنا واحد. للصدفة الحلوة أن معالي سعادة سفيرنا في إسبانيا دكتور صالح بعث لنا برسالة أن نزوركم في نهاية الشهر الثاني بشباط، ولكن لله الحمد بلغوني البارحة بين الجانب الإسباني إجينا، فهذه نوع راح يكون أكثر تواصل. فراح نفس الوفد نكون أنا مع دولة مع الدكتور حيدر رئيس الاستثمار إن شاء الله بعد شهرين، نأخذ القطاعات اللي الراغبة بالعمل بالاثنين ونعمل مؤتمر مصغر في إسبانيا ونحضر. هذا راح دورنا، يعني إحنا كدورنا كرجال الأعمال في موضوع الرقمنة. إحنا عندنا ملتقى عالمي راح يكون نهاية الشهر هذا برعاية دولة رئيس الوزراء للرقمنة، ترعى جامعة الدول العربية وراح يكون بالعراق وأيضا شركات عالمية. فسمعت طبعا العالم يتوجه على الرقمنة، وهذا شيء مهم إحنا بالنسبة نعتبره كثير من الأمور. اللي أهم شيء رجل الأعمال يحتاج إلى قانون التحكيم، وطرق دولة الرئيس إلى قانون التحكيم. وأنا كنت في باريس مع عقدنا اتفاقية مع الـ ICC التحكيم الدولي، وقانون التحكيم
على يعني بالفاينل بالمراحل الأخيرة دولة الرئيس يحولها للبرلمان خلال أيام، ورح يكون عندنا قانون تحكيم عالمي بعيدا عن إطار الحكومة. مراكز تحكيم عالمية ما تتدخل بيها، هو قانون تحكيمي شرع الحكومة، ولكن احنا كعراقيين عندنا رغبة أن نتعامل مع الاي سي سي اللي هي تعتبر من المراكز التحكيم المهمة. هذا ما تمنيت. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا لكل السيدات السادة حضور في هذا الوقت في هذه الزيارة الناجحة. أعتقد نتفق نحن أنه لدينا سفراء على مستوى من الكفاءة والمتابعة في مدريد وفي بغداد، وبالتالي يقع على عاتقهم متابعة مخرجات هذه الاجتماعات مع فريقي العمل حتى نصل إلى تحقيق الهدف الذي يمثل إرادة البلدين. شكرا جزيلا سيادة الرئيس.